قناة عبد السبور. إن شاء الله في الفيديو هذا نتكلم على جديد الرجاء الرياضي. إخوان اللي ما مشارك في القناة تشارك وبرتاج الفيديو مع الحباب ديالكم. المهم غادي نبدأ في الفيديو على بركة الله. اقترب نادي الرجاء الرياضي من حسم صفقة المدافع جمال حكاز قادما من مولودية وجدة، وفي إطار المركز العالي استنادا إلى ما ذكرته مصادر خاصة للبطولة، وتوصل الفريق الأخضر إلى اتفاق مع مسؤولية سندفة الشرق من أجل حسم انتقال اللاعب إلى النصر الخضر، ومن المنتظر أن يوقع في الساعات القليلة القادمة من كشوفة حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويذكروا أن الرجاء انضم في المركز الحالي كل الإنسانيين ومصطفى قياطي ومحمد نهيري، في حين غادره ثنائي سفيان الرحيمي وبين مانونغو نحو الإمارات العربية المتحدة. نتمنى الإخوان الفيديو هنا الإعجاب ديالكم، ومهم وصلنا النهاية على فيديو. والسلام عليكم الإخوان، تلاقوا في فيديو قادم إن شاء الله.